عليكم ورحمة الله وبركاته. لعب الزمالك الأعلى في القمة بين لاعبي الفريقين قبل مباراة القمة. تصدر اللاعب أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك قائمة الأعلى قمة تسويقية بين لاعبي فريقه وفريق النادي الأهلي قبل مواجهة القمة غدا، حيث يستعد الزمالك لمواجهة الغد أمام الأهلي في الجولة 14 من مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة، حيث جاء زيزو في المرتبة الأولى من بين لاعبي الفريقين من ناحية القيمة التسويقية، حيث وصلت قيمتها التسويقية إلى 4 مليون يورو. وجاء في المركز الثاني اليو ديانج بمبلغ 3.5 مليون يورو، ومحمد الشناوي بمبلغ 3 مليون يورو، ومحمود الونش وإمام عاشور وبيرسيتاو برصيد 2 مليون يورو لكل لاعب. ومن المنتظر أن يختتم الفريق الأول تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل إعلان القائمة والدخول في معسكر مغلق، ويسعى الزمالك إلى تقليص فارق النقاط مع الأهلي إلى نقطتين فقط من خلال الفوز واستعادة التواجد من جديد في طريق المنافسة على قمة الدوري بدلا من الابتعاد.